نظمنا كاس العالم، كاس العالم للشباب ولا لا؟ صحيح صدق والله. دكتور عبد الفتاح يرحمه الله هاف لنش كان بيقول له انتم تستطيعوا ان تنظموا كاس العالم الكبار طبعا، ما قال تستطيعوا ان تنظموا، عندكم مدن وعندكم ملاعب وعندكم، والدليل كانت المراه لها مدرج، حضرت المراه السعوديه والاجنبيه لم تحصل اي مشكله. اي مشكله حصل ابدا ما حصل. دكتور احنا يفترض تجاوزنا هالامور الحين، تجاوزناها وتجاوزنا حتى الشعب السعودي تجاوز هذه الان. صحيح، المفروض اصبح في مثال يا دكتور. صحيح. مثال على البيروقراطيه اللي بيقولوا الشباب، اعتقد انه كمل اعتقد انه كان في محاوله او رغبه للاتحاد السعودي. صحيح. يستضيف كاس اسيا، وفي اخر لحظه سحب الملف وقالوا انه يعني صحيح. سحب الملف بسبب بيروقراطيه احدى الوزارات اللي جلس ملفها حتى ترد على الاشتراطات الموجوده. صحيح. ليستكمل الملف السعودي 4 أو 5 أشهر. صحيح. ولم يصل رد هذه الوزاره، وكانه كاس اسيا. انت صادق، كاس اسيا. نعم طيب.